يعني الحقيقه امور طلعنا الدولار يعني امر سيء كثير، يعني كل نهار مثل ما بنعرف انه عم بيطلع 10 و15 ورقه، يعني امر صعب جدا كثير على العوائل وعلى كل المحلات التجاريه. يعني انه احنا كمحل اسميني عم نبيع شكل وقت عمرهم يجيب شكل ثاني، يعني انه بيعنا كله خساره بخساره. واذا استمرت هالاوضاع يعني هيك، اذا استمر الدولار هيك يعني رح نضطر نسكر. يعني الارتفاع السريع بده يرجع ينزل، في له نزله، بس الدولار بشكل عام صاعد، الاقتصاد ضعيف تعبان، النظام رهن البلد تقريبا كل ثروات البلد للمحتل للي استجلبوا علينا بشكل عام. وطبعا في بعض المضاربين مستفيدين اللي هن رؤوس الاموال اللي موجودين بسرمدة، بعض الصرافين الكبار اللي هن بيتعاملوا مع الطرفين اللي هو النظام واللي هو الطرف الثاني بيقول لك مؤسسة النقد حصرا، يعني اللي هي عم تعطيهم الصوره وبدينا منهم دولار لان هي ما يعاني بالطلوع. غلى الدولار بشكل عام راح ياثر على كل الناس. هلا صاحب المحل شو بده يبيع بيخسر، بيضطر يرفع السعر، واغلب التجار يعني السمانية او غيره بيرفع ما بقى بينزل، بيقول لك انا اشتريته بكذا تمام، وبيخفف الاستيراد من برا. حتى في بعض الفواكه اللي بتجي هي من تركيا على الدولار هلا كلها وقفت، لانه اللي كانوا جايبينه بارتفاع على الدولار وقبضوا حقه سوريا خسر، يسبب ضرر كبير يعني للمواطن للحياة المعيشية.